لمع نجمها من البداية وبعد أول ظهور إلها مع صباح. توالت من بعدها النجاحات والأغاني الضاربة وتربعت على عرش الأغنية العربية الشبابية لفترة طويلة. صراحتها بظهوراتها الإعلامية وقعتها بمشاكل مستمرة لحد يومنا هذا. فنانة تبحث دائما عن الشيء الجديد وعن التجدد وتحاول تكون بسبع أرواح بعد كل سقطة تحصل بحياتها. فشلون راح تواجه سبع أرواح؟ رولا سعد. اليوم حلقة خاصة جدا لأن ضيفتي هي نجمة أنا شخصيا أحبها هواية، وأنتم بين تحبوها وعرفتوها لأنه هي نجمة أكيد لبنانية لكن غنت أيضا اللون العراقي. الفنانة أو النجمة اللبنانية رولا سعد. واو رولا لمن بوع. النجمة اللبنانية رولا سعد. مدام رولا، أول شيء أهلا وسهلا ببغداد. أول شيء رولا. رولا؟ لا مش مدام رولا. انتوا تقولون مدام؟ لا بعد ما بحكي هيك، بس احنا عادي. شلون شفتي بغداد بالبدايه؟ اول شيء بغداد منطقه كثير حلوه، كثير مبسوطه اني هون ببغداد عم شارك. كانت باحياء حفله ملكه جمال مس ايراك اكيد، يلي هي بعتقد انه خلص صار لازم يصير عندها سواح أكتر وجمال مثل ما شفنا انه في جمال اكيد، وان شاء الله سنة الجاي بيصير في ازدهار أكتر، وان شاء الله سنة الجاي يكون في فرح أكتر، لانه مثل ما بتعرف اللي بيبقى عايش اجواء الحرب والحزن وال 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 بيعرف قيمة البلد اللي كمان عم بيعاني. فرست تايم من بغداد يعني ببغداد. اول شيء من تسمعي سبع ارواح شنو يجي على بالك اول شيء؟ سبع ارواح اسم البرنامج. يعني شيء اشباح اشباح. مؤمنه بموضوع الماورائيات او الامور اللي الماورائيات نسميها دائما او لا؟ اؤمن بالله. تؤمن بالله وباقي الامور؟ اؤمن بالله. اذا صاير وياك قبل يعني موقف غريب ما عرفتي له تفسير او هيك شيء؟ في كثير مواقف اكيد بنشوفها، يعني بنشوف اشياء بحياتنا بنحس حالنا شايفينها قبل. ديجافو. ديجافو. اكيد في تفسيرات في، بس انا من الناس اللي ما بحب اغوص بهدول المواضيع لانه مبسوطه بايماني ومبسوطه باللي انا عايشه فيه ومقتنعه فيه، فمشان هيك ما بدي اغوص، لانه في محلات لما كثير بتصير تنبش وتطلع وهيك تصين الباب مقفل، يا مقفل يا بتصير تحللي يا تشكي، فأنا مبسوطة هيك. تمام. سألنا الناس عن أكثر الأرواح الموجودة اللي يشوفوها برولا سعد، شنو أكثر الأرواح اللي يشوفوها؟ فلقينا أول روح هي روح التحدي. أنت دخلتي بتحديات قبل؟ هل أنت شخصية متحدية عادة؟ ليك أنا ما بتحدى، بس إذا حطيت بموقف تحدي أكيد لازم أطلع قده. بس أنا من الناس اللي بحب المسابرة، بحب ال يعني ما بحب ضل واقفة محلي، وأؤمن بشغلة إنه كل إنسان له وقته له فرصته. الأشياء اللي ما بتزبط معنا دغري أو ما منحققها مثل ما نحن بدنا، بحس وأؤمن إنه ربنا بيعطي بالوقت الصح، نحن ما بنعرف ليش بس هو بيكون عنده حكم بهذا الشيء. رولا بصراحة تحسين لو أنت متجهة لمجال التمثيل كنتي اليوم صرتي بمكانة أحسن بين نجمات جيلك؟ لا بالعكس، أنا مثلت وأخذت قصدي أنا عم بفيلم واحد يمكن؟ لا مثلت فيلم ومسلسل. نعم، لكن تصنفين كمغنية ممثلة مو ممثلة مغنية مثل هواية نجمات؟ لا لا أنا مغنية ممثلة مقدمة برامج فاشينيستا، الحمد لله ربنا عطيني مواهب كتير، بس أنا بالنهاية مغنية، لكن أكيد بدم الأزياء وتقديم البرامج كمان بنفس الوقت. نعم. قدمت كانت بالنسبة لي شغلة جديدة، وكنت أول من الفنانين اللي قدموا برامج.
بين تقديم البرامج وبين التمثيل وبين الغناء اكيد حتقولي لي انه انت الغناء المرتبه الاولى بالنسبه لك صحيح؟ ليك كل شغله بعملها بحياتي بلحظتها بتكون المرتبه اثناء العمل الاولويه بيها. اذا كان عندي دور تمثيلي الاولويه بيكون لإله اذا عندي حفله الاولويه بتكون لإله لانه لازم تعطي شغلك حقه اليوم انت تشوفين انه الشيء صحي انه الفنانه تكون متعدده المواهب لو الاحسن انه يظل بمجال واحد اذا ربك عطيك الموهبه وعندك القدره انك توفق بين الكل مش غلط بس اذا انت ما عندك الموهبه بس بدك تفوت بهيدا المجال لمجرد انه غيري فات بهيدا المجال اكيد هيدا غلط يعني مو شرط انه كل شخص متعدد مواهب يكون نجم لا انتبه انا اؤمن ان في كثير ناس بيمثلوا احسن منا اكيد وبيغنوا احسن منا وعندهم مواهب اهم من اي حدا موجود على الساحه الفنيه بس ربنا ما شقلهم هو في شيء يسموه الاكس فاكتور يعني اللي ما معروف شنو هو بس يكون هذا نجم هذا مو نجم لا ايه ممكن حتى ما فكر يقدم ممكن ما فكر انه او ما اتيحت الى الفرص الصحيحه مصر. بتحسين انت اتيحت لك فرص كبيره بفتره من الفترات اللي هي ظهورك بالبداية ويا صباح وبعدها الكليب اللي ظهر به مهند أيضا ويا هالو كانت أغنية هيت بعدها بعد هاي القمة أنا شنو أنا بالنسبة لي الهيت يعني أكيد وجودي حد صباح كان هيدا هيت بحياتي كلها مش على صعيد فني بس لا على صعيد إنساني فني بكتير إشي يعني كانت هي بالنسبة لي سبورت كتير كبير يلي انا كنت بحاجه له قبل الفن يلي هي حس انه عن جد somebody يعني بحاجه انه يهتم فيي ويكون حدي كأم كأخت ك زين بصراحه ليش اخر ايامها ما ظهرتي وياها ما شفناك وياها كل الوقت ما بس برا الكاميرا طبعا لانه الاشي انا من الناس اللي ما تركوها لحظه ومن الناس اللي الكريسماس اخر كريسماس مضيته معها اخر ايستر مضيته معها بس مش لازم اقول هيدا الشيء لانه هي واجباتي هل صحيح انه باخر ايامها كانت يعني تعاني من استياء بحالتها الماديه والصحيه اكثر صباح كانت انوعه واللي شافته صباح ما حدا قدر شافه من مجد من شهره من عز من مصاري من كل شيء لكن اقتنعت بمصيره لانه يعني الوفاء والمحبه ما فيك تشتريهم بالفلوس حتى لو عندك فلوس إذا ما في وفاء ومحبة حواليك تحس حالك بعدك متعطش لهيدا الشيء صحيح نكمل بالتحديات شفنا بالفترة الأخيرة إنه حرب بالسوشيال ميديا بينك وبين خبيرة التجميل خبيرة التجميل بعد انتقادها المتواصل لملابسك حبيبي أول شيء مش خبيرة مين عينها خبيرة شو شهاداتها شو دراستها هي أو غيرها في كتير ناس ما خصهم بهذا المجال وبيطلع بس بتجيهم الفرصة انه يطلعوا يحكوا لانه بتعرف السرسرة والحكي واللغط كتير مهمين بهالفترة تشدوا ليش ما تقبلت الموضوع بروح رياضية؟ انه هي بدها تسوي شغلها لحظة اعطيني فرصتي خليني جاوب وان الله رد تحكي اللي بدك اياه يعني. ما بتقبل انا بتقبل كل الناس عادي بس انا بتقبل لما بيكون شيء منطقي يعني انا لما انا بعمل شعري اخضر من سنتين هي هلا عملته مين بيكون سابق الموضه اكيد انا فمشان هيك ما بدي فوت بهيك تفاصيل لانه اللي بيتابعني بيعرف انه انا قبل ريهانه هلا عملت شعرها اخضر وريهانه يعني انا بشوف الموضه قبل بكثير مما حدا غيري يشوفها مهم في اشياء كثير انا بعملها الناس ما بتتقبلها لكن اذا بتطلع على اشياء الانستغرام تبعي بتلاقيني انا لبسي اشياء هلا درجه هلا لما هي مثلا شخص من الاشخاص من هدول الناس اللي بيحكوا هي اتصلت فيي وطلبت مني انه انا ما تزعلي مني قلت لها حبيبتي انا بالنسبه لي انت يعني مش مختصه يعني ما بيهمني احكي قالت لي اذا بدك انا ما بجيب سيرتك قلت لها اذا ما جبت سيرتك كيف بدي امشي برنامجي تعتقدين انه بعض البرامج اليوم صارت تبيع باسم رغا سعد؟ لا طبعا من الاشياء اللي طبعا باسمي باسم حدا ثاني بس انه ما يدي انه ينحكى فيها. مهم بس اعطيك مثل صغير البوتين النايلون اللي لبستها كارداشيان نعم هي اتصلت بتخبرني انه الشفاف ايه انه هيدي يمكن مش اصليه لانه بتعرق الاجر. قلت لها ليكي حبيبتي انا بدي اعطيكي نصيحه فور فري
هي طبعا عتفيتي على بيت وبتعرف انا شو عندي اشياء. هي اقل شيء كل فنانه عم بيوم يعني اللبس والشوز خاصه رولا سعد يعني اللي اشتهرت انه هي فاشن ايكون بالفتره الاخيره. نعم واضح بالانستغرام يمكن. فانا قلت لحبيبتي اوعي تقولي هيك لانه اللي بيفهم بالموضه بتضحك عليك لانه ما في شيء بوتين حتى لو نايلون او كان كله الماس بدها تعرق الاجر ما في مجال. فللاسف الشديد تحكي بالبرنامج كمان انه عرقاني اجره لانه يمكن مش اصلي وما ادري شو. بيردوا علي الفانزيتو كم كارداشيان اجره كلها مي. فتعرف انه لما بتحكي شيء منطقي واحد كله بيتقبله، بس لما بتحكي شيء انت يعني مثلا هيدي لونها اسود تيجي بتقول لي انت لونها رمادي يا اخي اسود. فمش لما بتحكي شيء منطق كله بيتقبله. بعدين الموضه هلا الوقت الحاضر ما لها رولز اذا عم بدك نحكي فاشن ما لها رولز. كل شيء دارج صحيح وكل شخص ممكن التليفون كوب سيجارات كل شيء دارج. البايات مع الجينز الشك بالنهار الجينز بالليل كله هذا قبل ما كان في كلاسيك اشياء معينه صحيح. كان في هذا لليل وهذا للنهار. اذا تكلمنا عن الصراعات وكملنا بها فراح نشوف انت بدايتك كلها عباره عن مشاكل لحد ما وصلتي بسبب لا بعض لا الفنانات لا اللي حاربوا. لا لا لا, لا. معلش يعني اسمح لي ما تروح الاشياء الحلوه اللي عشتها بحياتي. اكيد اكيد بس لا. قصدي انه احنا هسه بخانه الصراعات او المشاكل. الصراعات وين ما كان صباح دون مقارنه طبعا يعني صباح اللي انا بنظري ما في مثله فنانه على وجه الارض لانه اللي عملته صباح ولا فنانه تقدر اكيد يعني تخيل بهلال مسيرته الفنيه 4000 غنيه ما حدا بكل العالم ما حدا عامل هذا صحيح الرقم. وكانت تعاني مشاكل لاخر لحظه بحياتها من غيره وحقد وصرصره والى اخره. هيدي الحياه انت بدومانك هلا انسى انا فنانه فما بتتحارب ما في مشاكل ما بتلاقي لغط وصرصره عليك وانت اكيد باي مجال حتى بالهندسه بالطب باي مكان تاثر عليك لو تقويك. اول شيء صراحه ايه لانه كنت انا طالعه من بيئه كنت طالعه من ميتم كنت طالعه من بيئه كثير محافظه. نعم رح نيجي لهالموضوع. لا ما ضروري يجي انت حجتي اكثر عرفت كنت طالعه من بيئه مختلفه شوي يعني فيها صدق كثير ما فيها لوفكه ما فيها تطلع على عالم ثاني فجاه ما بيشبه هيدا العالم اللي انت عايش فيه فاكيد بتتاثر وبتحس حالك غلط وتضايقت وفترة كمان أخذت مهدئ بفترة معينة لما اتهمت بشغلة ما لي ذنب فيها. أي شغلة؟ ما بدي أحكي عنها خلصت وهلا عم بقضيها للفنانة لحد اليوم. طبعاً بس إنه عم تاخذ وقتها بس لحد هلا لأني أؤمن إنه مهما تكون أنت كبير وعندك معارف وعندك نفوذ وعندك فلوس إذا ربك معك ما حدا بيقدر لك. ما حدا. بروح المهنية أو روح العمل أنت فنانة من الفنانات الدؤوبات اللي استمر عملهم لحد اليوم يعني ما نتذكر أنه أكو وقت توقفت بيرولا سعد عن عطاء الفني حتى لو على السوشيال ميديا بس يعني دائما متواجدة الحمد لله. تعرف لا في أوقات نطلع نقشط ونرجع استابل أكيد نشتغل أكثر منقلل هلا بشكل عام وين ما كان الشغل مش مثل الأول يعني أنا كنت أعمل مثلا بالنهار 4-5 حفلات من هيك عرفت كيف؟ يعني أعراس بقى هلا بتلاقي لا مثلا أقل هل الخلل بالوضع العام أو برولا سعد؟ لا الوضع العام كله أنت شوف تاع رائع أنت بالسوشيال ميديا بتشوف إنه كنا ننزل بالجمعة 3-4 حفلات صحيح. هلا بالجمعة مرة أو بالجمعتين مرة أو إلى آخره فهيدول الأشياء الوضع كله ككل تغير فعشان هيك الواحد بده يضل يلاقي طريقه انه يحافظ فيها على نجوميته يا انه يزيدها يا انه يحافظ عليها. بالفتره الاخيره يعني مو الاخيره بس يمكن بالمؤخره نقدر نقول غنيتي باللون العراقي إيه؟ شلون هاي التجربه كانت؟ صراحه انا كنت اول فنانه غنت خليجي بس ما كنت بالالبوم تبعي. نعم سينجلز لا بالالبوم بس ما ضويت عليها يعني ما صورتها ما اشتغلت عليها. اكتشفت بزيارة مرة على العراق على أربيل اكتشفت إنه في عندي محبين كتير 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 بأربيل
وطالبوا مني بهيدا الشيء اني غني بالعراق. وكنت انا غير يمكن الفنانه الاولى اللي غنت عراقي غير عراقيين يعني صحيح. غير الفنانين العراقيين صحيح. ليه؟ لأنا اعتبرت انه هالبلد له حق علي وله حق على كل فنان يكون له لفتي لإله مثل هدية للفانز يعني. طبعا طبعا وللعراق نفسه لأنه بالنهاية العراق له أمجاده له حسناتها له مواقف حلوة له لكن شاءت الظروف انه تسمينا يا مقطع من من واحدة من أغاني هلا ما رح أغاني سألها شو بعمل فيه؟ طبعاً أنا جايبها بحر يعني صراحة وما أدري شنو بس. وديني غني. بس إحنا طماعين بس إحنا طماعين وهي كريمة وإحنا نستاهل. لا. أنت تستاهلوا أكيد بس أنا كريمة أكيد كريمة بس ما بقدر أنا. مقطع صغير شيء. صغير شيء شوية. خلاص أوكي. ننتقل روح الأنا أو الإيجو اللي عند كل فنان موجود. إيش قد عندك هاي الروح؟ إيش قد عندك إيجو؟ أنا الإيجو إذا بتطلع بكسرة. مستحيل اكو فنان ما عنده ايجو بكسره. انت لو كنت معي امبارح مع الناس كنت بتعرف انه انا ما عندي هالايجو لانه كل انسان شايف حاله ما في نعمه من ربنا. ربنا مش راضي عنه لانه الكبرياء لله فقط. تحسين يعني انه مو شرط اي فنان يكون عنده ايجو لازم لازم يكون عندك تقدير للاشياء اللي ربنا اعطانا اياها اكيد بس مش ايجو تشوف حالك عن الناس وانا يلي هني عملوك. أنا صراحة شفت هذا الشيء بس لا أحاول أكون يعني ياسر صار لا بدي أقول لك شغلة مهمة إنه الناس هن اللي عملونا صح. الناس هن اللي عطونا هالمحبة هن عطونا هالبوش لنكون نحن هون فبتجي واحدة إنها راكدة تتصور معك أو أو تقول لك كلمة حلوة أنت تردها تردها صحيح يعني شيء على نفسك هلا في كثير كثير صراحه صار هذا الموقف مره وياك شو فنانه أبداً. تحبيها مثلا او لا ما عملتها عملتها لانه انا كانت يعني الايديال بالنسبه لي هي صباح وصباح كانت معروفه بالتواضع لا يوصف يعني لو بدها تضل واقفه اربع خمس ساعات ناطره فنزيطة يتصور ويحكي معها ما بتقول لا صحيح اذا نسمع شيء صباح ليك يا جماعه انا ماني بخلي امبارح غنينا وتسلم بس أول من الصبح وعندي تجارة صح صح شو بدي أخبركم الحرارة إير كونديشن شو بدي أخبركم أي عطلان إير كونديشن تقريبا عموما نكمل بالأنا ندمانة لأنك بيوم من الأيام تكلمتي بشكل زايد عن حياتك الخاصة شوف تكلمت لا أنا انحطيت بظروف لمصلحة بعض الفنانات أو الفنانة مثلا حكى عني وشهر بعائلتي كتير وانا كان عندي نقطه ضعف شيء اسمه عائلتي انا كنت موديل قبل ما اغني نعم وما كان حدا يعرف عن عائلتي شيء نهائيا لحد ما انحكى على بي انه بيسكر وعنده بيلعب بالقمار وتارك امي وعايش بفرنسا انا كنت امنيتي يا ريته هيك وكنت انا بعرفه انا طفى بي كنت انا بعد عمري شهور يمكن نعم. او عم دق بالسنه ف وترك لي صيت حلو كثير يعني انا غنية بالخير اللي كان يعمله بي وبالصيت الحلو اللي أنا ترك لي يعني أنا عشت فترة طويلة بمحبة الناس بس لأني أنا بنت جوزيف سعد بقى زين رولا الأم وينها من حياتك اليوم؟ بس بدي أكمل على هالموضوع أكيد هيدا الشيء حزني وكان عتب من إخواتي إنه بتردي لأنه هيدي ما بقى حياتك الخاصة صحيح. هيدا بي هيدا صار يمس بالعائلة كلها فهون اضطريت انه يا جماعة وقفوا سرسرة وحكي عن عائلتي لانه انا ما بعرفه لبيي وترك لي صورة حلوة ولا كان يسكر ولا كان يلعب قمار ولا شيء كان مثال الاب يلي او الزعيم يعني كان هو زعيم منطقته اللي كل العالم تلتجي له بالمشاكل وكذا وكذا فهذا الشيء خليني هلا امي الله يسامحها طبعا وانا ماني زعلانه منها ما رجعت المياه المجاريها لليوم؟ ما فيها ترجع اذا ما عندها حب لك اليوم انت عاطفه تحسيها للام لو لا؟ صراحه شوف هي انا لما تركتنا امنا كان عمري سنتين تقريبا يعني وبسبب قعدنا بميتها يعني بالوقت انه نحن احوالنا عيب الواحد يحكي كانت كتير كتير من أهم الناس كانوا بالمنطقة نعم. لحد إنه وما اهتمت إنه هالإرث يروح لألنا يلي راح الإرث لحدا تاني من قرايبنا يعني حتى
الحصه تبعت نزلت لبيت عمي، فما اهتمت حتى انه تدبرنا قبل ما تصير. هلا انا بس كبرت صار عندي الحشريه اعرف مين امي، وصار عندي الحشريه اني اعرف ليش تركتنا، واسباب كثير يعني. حتى لو هي تركتك بضل عندك شوق انه انا بدي ام، او انا بحاجه اني اشوف امي واحكي معها واعرفها. لكن للاسف لما طلبت مواجهتها انا ما شفت هيدا الشيء ابدا. ما بعرف ليش، على العلم انه تجوزت وعندها اولاد وهذا، وانا ما مبهومه لانه انا موجوده. اذا بدك اليوم انت محتاجه لاحد؟ سويتي اسم؟ سويتي ليك بدي لك شخصيه؟ حتى لو عملت اللي ما بينعمل من شهرة وعز، بضل في عندك نقص في محل معين، لانه هالعيش اللي عشته من طفولتك للتينيجر لاول ما بتكبر او بتعرف الدنيا، ما كان في حدا حدك، ما كان في هالام، ما كان في هالبيت. والاصعب انه الام موجوده بس ما لنا معها. ليش ما عوضتي الموضوع انه يكون عندك اطفال؟ عندي كثير. اي نو انه متبنيه اطفال عندي عندي مبسوطه فيهم كثير، واذا ربنا كتب لي اتجوز هلا بتجوز. فنانة الحادثة سنجل يعني العراقيين. تمام. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. انت يعني قلتي انه الحادثة ما لقيتي شخص يملى الفراغ. انا اكيد في ناس في مرة حبيت وكنت رح اتجوز ولسوء ما لاشياء معينة تركنا والى اخره. انت بتؤمن بالله؟ اكيد. بتؤمن انه ما بتنزل شعرة من راسنا الا باذن الله؟ اكيد. يعني برأيك كل شيء قسمة ونصيب؟ طبعاً. ممكن تزوجين أحد من غير جنسية؟ إذا ربنا كتب لي أكيد، ليش لا؟ بس صرحتي إنه مستحيل تزوجين أحد من غير دين. أنا ملتزمة بدين أكيد، بتجوز بس هو عدين وأنا عدين، بس إنه أنا غير ديني لا أكيد لا. رولا شنو إيش بالمعايشة أو المساكنة؟ أنا مع إنه يتعرفوا على بعض، مع إنه يحكوا و لا يعني يكون في علاقة محدودة بمحل معين، وإنه يكون في تقارب بمحل تاني، لأنه هذه بتخفف من الطلاق، بتخفف إنه لأنه لما الواحد إنه بده يتجوز بس على الورقة ومن بعيد لبعيد. صحيح. لما بتتجوز بتصير حياتك جحيم، ويمكن تتوفق، وهذا شيء من عند الله. بس إنه إنك تتعرف على الشخص، شوف عقلك إذا بيركب على عقله، لانه هلا الحياه اختلفت عن اول. ما بقى في انه امي بتجوزني. صحيح. وبتبقى بعد ما خلقت البنت هيدي راحت لفلان وهيدي راحت لفلان. هلا اختلف، صار في تطور، صار في هيدا. بس اكيد انا مع المحافظه بمحل معين، وانه مع الانفتاح بمحل ثاني. زين، مؤمنه بشغله انه يعني الزواج او يصير بعده تتركين الفن؟ يعني اذا هو مثلا بعد ما ارتبطتي فرض عليك انه اني ما اريد تكونين فنانه تعتزلي؟ ما عندي مشكله، انا ما مش 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 انه عيشي هوس يعني. بالعكس، انا اذا جوز اكيد لي حق، اولادي لهم حق علي قبله هو، لانه هو اخذني فنانه. بس انا اذا اولادي اجوا اكيد لهم حق علي، لانه ما بحب اعيشهم اللي انا عشته. يعني بعوض من كل شيء انا انحرمت فيه لقلب. رولا فاصل ونرجع للفقره الاخيره. بريك ونرجع. فاصل ويا رولا سعد. جميلة رولا سعد. ميرسي يا حبيبي. راح اسالك عن سبع ارواح او سبع اشخاص اسئله وانطيني عنهم اجوبه. هيفا وهبي، تعتقدين هيفا لو مو تمثيل باس؟ لا ما بجيب سيره. كيفانش او مهند مثل ما عرفوا العرب، شنو توجهي له؟ او تعتبرين الناس قالت بوقتها انه انت استغليتي اسمه حتى توصلين؟ أول شيء هذا السؤال مكتوب، ليش اشتغلت اسمه؟ أنا فرحت أنه بس هو كان مشهور. كان بلش شهرته، ومن ورايا أنا عملت دعايات لأنه دعايات بالميدل إيست، وجبته ودفع لي وندفع له مثله بالسبونسر، كان دفع لي ودفع له. يعني مو أنت اللي دفعت؟ بل أنا أخذت أكثر منه. إنه عادي يعني. وأنا شهرتي ما كانت محدودة، كنت مكسرة الدنيا. نضال أحمدية. عيد ما تشوف لك كيف أنش. خلاص اوكي نضال احمد. ليش على طول بتجرب تحطه انه لا بس هو هذا شيء الناس تحكي عنه. لا موجود. ليش ما بتشوف الاشياء البوزيتيف؟ اكيد مو احنا اكو بوزيتيف موجود. ولا اكو هيدي وهيدا كله نيجاتيف. اوكي نضال احمديه. نضال احمديه اليوم انت شلون علاقتك بيها؟ انا بحبها. وهي؟
اكيد بتحبه. تعتقدين الجرس انصفت الفنانين بوقت من الاوقات؟ ساعدت كثير. مو انت منهم؟ اكيد انا كل صحافي كتب عني ميح او عاطف ساهم بنجاح. الصبوحه عمري عمري اشتقت لها؟ دائما ذكراها دائما معي وتعاليمها دائما بقلبي وصورها مثل هي بيتي. ولما بحس حالي اني مشكله او هيك بقول لها طب انت كنت كثير ذكيه شو كنت تعملي محلي لو انا اسال معك هيك هيك. نيكول سابا مهضوم مع انت انه الممثلات يعني اخذ الصوره بفتره من الفترات انه دائما الممثله اللبنانيه هي اكثر جراه من المصريه فدائما حطوها بخانه معينه هي الاغراء وهي وانت ايضا كنت ممثله بس ولا مره كنت عندي اغراء. نعم بس اكيد اول ما انعرض عليك الموضوع انحطيتي بهذا الموقف. لا ابدا عملت ثلاث مسلسلات مسلسلين بمصر لبسي كله محتشم من هون وهون وهون ما في شيء اي نوع من الاغراء. المسلسل بسوريا كان في انا كان دوري بغني وبرقص وبرضه كان في نوع من الاحتجام مع اللبس كان في ما كان في تصليب ما كان في كان كله احتجام. ما خص انت بتختار. انا بدي احكي على انه رولا سعد بدي احكي بصوره عامه لا حبيبي اخذت هاي النظره. بدي اقول لك شغله مش مزبوط لانه نحن رجع للفنون العربيه اي كانوا يستعملوا تعري بس ما كان مبتذل صحيح حسب انت كيف بتصور تعري بشكل راقي أيه حتى ما يتسمى أيه تعري يمكن أيه ثقيله زين ام الام الله يسامحها وما عندي شيء ضد دمي اذا بدها يبعثيها اياه بس اذا هي بدها اياه انا موجود. رولا روح اخيره انت وجهي لها كلمه ما ذكرناها احنا اليوم. خير دائما هو كان نقطة ضعفي والخسارة الكبيرة هو خي. أنا بالنسبة لي تعودت إنه ما يكون عندي باي، تعودت إنه ما يكون عندي أم، تعودت إنه ما يكون عندي خالة أو حدا. هو كان مريض ومات بصغره. لا كان مشلول و... نعم. إن شاء الله غلطة حكيم للأسف ما عاد حدا تابعه بس كان هو على كرسته وشلله كان حامينا وكان كان هو الرجال البيت وكان هو السبورت البيت وكنا نشد ظهرنا فيه يعني كنا طفالة وهو كمان مكان كثير كبير وكان بالنسبة لنا انه هو انه ما لنا حدا بحياتنا يحمينا. ربنا شاء انه ياخده يمكن هذا العتب الوحيد دائما بسأله طب ليه اخذته؟ لانه بعد الهلا مشفيت من هذا الجرح وبعد الهلا بعيش وبشتغل وبحاسب حالي لاني انا اخته ولانه هو خيي ولاني انا بحبه ويكون هو شيء حاله فيه. زين المفروض اختم بس بدي اسالك شنو جديد؟ شو تحضرين؟ شو تسوين؟ ما سالت بسبع اسئله، وين السبع اسئله؟ ينسال؟ لا ما نسال، يلا اعطيني بعد سؤال. ما لا ما في شيء بس فرجيني تسوي. لا تمام. شنو تحضرين جديد؟ قبل شو الاسئله منهم بدك تحطهم؟ كلمة أخيرة للجمهورك بالعراق اللي يشوفك اليوم شنو تقولي لهم؟ يعني أنا أكيد بحييهم وكثير مبسوطة إني جيت على العراق كثير مبسوطة عم بسافر بالعراق لإلي دائما أكون موجودة معكم. اللي عم يسمعني وبيعاني مشاكل ومصايب وإلى آخره يكونوا قوية وخلي إيمانكم بالله كبير ما بتعرف بيوم من الأيام ربنا كيف بيقلب القدر تبعه. حبيت البرنامج ودمة ثقيل كان؟ دمة ثقيل؟ لا اكيد مش دمة ثقيل. زين لو رولا سعد قالت كان كرب المرة. لا لذيذ كثير بس بدي هبط لك قلبك مثل ما انت فاهم واكيد رح اقول لهم سالتني شو جديد خلصوا اكل. ايه ايه اي صح شنو الجديد؟ بتذكره يلا مبتدئ لانه لا ما خلص بس ايام الواحد صحيح انا ياما بكون عندي اشياء بدي اعملها ان شاء الله. هلا مباراه رح نبلش بعد ثلاث اسابيع بمسلسل اسمه مجنون فيكي بطولتي مع الكورية ونخبه كبيره من لبناني من الممثلين اللبنانيه اخراج لمبارح داح الكاتب فراس جبران ومونتاج برودكشن منتظرة بفارغ الصبر. شكرا جزيلا رولا سعد. شكرا جزيلا على المشاهده وانتظروا حلقه جديده. رولا شكرا بيتك يعني شكرا